بسم الله الرحمن الرحيم. I want to start with my voice recording my audio book XI5 idea. It is true story. XI5 started to have its place for living or for its habitat on my brain since 1968. It is like something, quotation X, unknown, like dust particle suspended in the air beam coming from any source of light, or like airborne egg was hidden inside my grade 4 book of math, suddenly come out and enter my brain through my nose. This is true story, not imagination. Maybe the intrusion of XI5 is imagination. I mean the time and the way it enters to its habitat. If you read, you will know that really XI5 is like filler, which is the SIM card chip of your iPhone. Let me call it iMate. The name was for the first touch screen phone I bought before the year 2000. XI5, in its habitat located in my brain, form an equation that uses numbers to solve any problem, even the problems like quotation, what is happiness? Another quotation, what is money? Is happiness the other side of the coin? And also, بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تسجيل صوتي بالعربي مع رواية XI5 التي ستكون وسيصدر منها كتاب رواية XI5.
وهي مثل أي رواية أجنبية يعني مكتوبة باللغة الإنجليزية ككتاب. الرواية تهدف إلى الإجابة عن السؤال الذي يخص الراوي وهو أنا الذي أروي روايتي بالصوت وعلى اليوتيوب موجودة دائما وعن طريق الهاشتاج الخاص أو في التويتر الهاشتاج when I will die. تحت هذا الهاشتاج ستكون هناك حوارات وأيضا استبيانات باللغة العربية وباللغة الإنجليزية، أسئلة تطرح واستبيانات أسبوعية when I will die. قصة الرواية باختصار أن هناك شيء مرئي في ضوء الشمس الذي نراه من خلال النور، سواء إضاءة الشمس التي تدخل من ثقوب النوافذ الخشبية، وذلك يرجع تاريخه إلى بيت 600، والذي كنت أرى هذا الشيء وبالعربي سيكون مؤنث باسم XI5. سنذكر دائما أنها هي هذه الذرة التي في الهواء نراها، وعندما يحجب ضوء الشمس يعني يأتي الليل أو من الكشاف أو من النور، إذا طفئ النور تختفي. خرجت من كتاب الصف الرابع لمادة الحساب من الكتاب لتسكن وتعرش فوق مخ، وكان هذا المخ هو مخي أنا وفي دماغي أنا. دخولها قد يكون خيال لكن وجودها حقيقي، فهي اتخذت فوق المخ لدي من تاريخ 1968 ميلادي 1388 هجري. هذه هي الـ XI5، ستكون هي الراوي في الرواية، يعني قالت XI5. سنتابع بشكل يومي في اليوتيوب وفي التويتر عن الرواية وبالمجان. انتهى الكلام.